مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وكمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى وقد تكون متوسطة، وفرص كمان لأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار من متوسطة الغزيرة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل المشاهدين. اهلا بيكي. وواضح انه في عدم استقرار في حاله الجو اليومين دول، وفي امطار من خفيفه لمتوسطه لغزيره، وكمان في يعني امطار رعديه في بعض المناطق وخصوصا الساحليه، فطمنينا عن حاله الطقس النهارده. بالفعل يمكن احنا اليوم هنشهد حاله من التقلبات الجويه هتبدا بعد فتره الظهيره، لان احنا هنتاثر بوجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وايضا منخفض على سطح البحر المتوسط هيعملوا على حاله من التقلبات الجويه، بدات بالفعل على المناطق الغربيه زي مطروح والاسكندريه، وبدا تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه وكمان السحب الرعديه وتساقط الامطار ما بين المتوسط والغزير. مع حركه المنخفض الجوي من اتجاه الغرب لاتجاه الشرق هتبدا فرص الامطار تزيد وتتقدم للمناطق الداخليه الموجوده في جنوب الوجه البحري والقاهره الكبرى خلال فترات المساء والساعات المتاخره من الليل. فاحنا طبعا المناطق الموجوده في القاهره محافظات الوجه البحري مدن القناه هتتعرض لسقوط الامطار، لكن هتكون بعد فتره المساء ان شاء الله، والامطار هتكون امطار ما بين الخفيفه قد تكون متوسطه احيانا على جنوب الوجه البحري القاهره الكبرى مدن القناه سواحلنا الشماليه الشرقيه وبعض المناطق من سيناء، لكن الامطار اللي على سواحلنا الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري هتكون امطار ما بين المتوسطه الى الغزيره والرعديه احيانا. فرص الامطار في كافه المناطق هتكون متفاوته بالشده وهتختلف طبعا من محافظه لمحافظه، بالاضافه كمان هتكون على فترات متقطعه. مع فرص الامطار هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره بحوالي درجه الى درجتين عن الايام الماضيه. العظمى اليوم متوقع تكون على القاهره الكبرى 19 درجه مئويه خلال فتره النهار، فاحنا طبعا هنحس خلال فترات النهار بالاجواء اللطيفه الشتويه على اغلب المناطق الشماليه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، اجواء معتدله ودافئه على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل هتكون الاجواء ما بين البارده الى شديده البروده، بالاضافه كمان لفترات الصباح الباكر شبوره مائيه تتكون على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. طبعا الحاله الجويه دي هتكمل معانا الغدا الاثنين ان شاء الله، فرص الامطار هتستمر معانا غدا الاثنين على اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه، وهتكون امطار متفاوته الشده وهتوصل طبعا للقاهره الكبرى، لكن كميات الامطار غدا ان شاء الله هتكون بشكل كبير في سواحلنا الشماليه الشرقيه وسيناء بسبب حركه المنخفض في اتجاه الشرق. أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. وتعالوا دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 19 والصغرى 11، العاصمة الإدارية 19-11، اسكندرية 19-13، العلمين الجديدة 18-12، مطروح 18-13، دمياط 19-11، بورسعيد 19-13، إسماعيلية 20-12، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 12، العريش 19-12، كاترين 15-4، طابة 18-11، حلايب 23-14، شلاتين 25-15، شرم الشيخ 22-15، الغردقة 22-14، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 10، بني سويف 20-8، الوادي الجديد 22-9، أسيوط 20-8، سوهاج 21-9، قنا 21-9،
الأقصر 22/8 وأخيرا أسوان العظمى فيها 23 والصغرى 10. وزي ما تابعنا حالة الجو النهاردة، في تقلبات جوية وفي أمطار من خفيفة لمتوسطة لكثيفة وأحيانا رعدية، وكمان في شبورة مائية بتبدأ من بالليل متأخر وبتكمل لحد الصبح بدري. ناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية لو راكبين عربيات علشان نحافظ على سلامتنا، وتروحوا أشغالكم وبيوتكم بألف سلامة. ومرة تانية هنرجع لأحمد وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا يا أمي، شكرا جزيلا.